فكريم قبل ما ينزل كان راح يجيب لنفسه حاجات، يعني هو خلاص كان حصل الحوار اول يوم دوت، ده كان حصل. تاني يوم كريم اخويا على الساعة 8 كده كنا بنتغدى انا وهو، بعد ما اتغدينا قال لي نازل اجيب حاجات من السوبر ماركت، حاجاتك كلها وكده. قلت له طب خلاص مش مهم لو انت هتأخر، قال لي لا انا 10 دقايق بس هطلع اصحابه اجيب حاجات واجي. قلت له طب هات ابو الشمس وانت جاي. بالفعل ما كملش 10 دقايق تحت وحصل ضرب النار. ده حصل ازاي؟ الشخص ده كان معدي بتوك توك، خلاهم واقفين هو واصحابه، راح ضربه بالنار، نادى عليه يا كريم، راح ضربه بالنار. سمعت الناس بتجري علينا، الحقوا كريم الحقوا كريم، نزلنا لقيناه راح على المستشفى، طلعت على المستشفى، كان مستشفى الهرم، نزل على الطوارئ، ومن الطوارئ طلع على العمليات، كان مش نص ساعة العمليات، عمل العملية والدكتور قال لي حالة أخوك صعبة جدا جدا جدا، عنده تجمع دموي كبير أوي في ظهره، ربنا يكتب له العمر. وبعد ما يكتب له العمر يعني هو كان عامله كان استكشاف، كانوا فتحوا له بطنه، قال لي ربنا يكتب له العمر، لو ربنا كرمه 48 ساعة كملهم هنعمل له عملية تانية وإيه استكشاف. الحمد لله ما كملش، كريم توفى. لكن كريم لما توفى انا كنت انا في القسم، كنت بقفل المحضر لانه كان في النقطه تحت في المستشفى، كانوا طبعا عملوا المحضر وكل حاجه وكان خد التقرير من الدكتور، لو كانوا قالوا لي اطلع على اسم الهرم عشان محتاجينك في اسم الهرم. كان الساعه حوالي 1، في الساعه 1 هناك في غضون الوقت دوت سمعت خبر وفاه اخويا. انا طبعا خدت بعضي وطلعت على المستشفى، ومن وقتها هو يعتبر الحمد لله يعني ده يعتبر كل اللي حصل. المجني عليه، أنا آسف، المجني اعترف إن هو ضرب نار في النيابة، واعترف إن هو كان معاه السلاح اللي كان اتمسك بيه، مسك الشرطة مسكت السلاح ومسكته، واعترف إن هو ضرب نار. لكن على حد قوله هو بيقول إن أنا بهوش يعني، لكن هي مش تهوش خالص، ان الضربة جاية بطن اخويا كريم، وده اقرب مكان للقلب يعني، عليك صحفي عارفة ان هما تلات اماكن يعني اقرب مكان للقلب ده يعتبر قتل عمد، وبالذات ان هو كان قايله لها بيوم انا هوريك يا كريم.